بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في حياتي أخوكم فهد الكندري مر بتجارب كثيرة جدا، من قراءة كتب، من احتكاكي بشخصيات كثيرة جدا من المجالات العديدة. جلست مع والدي رحمه الله أبي أحدد موقفي في حياتي وأنا صغير سن، أني أختار الرياضة، أختار وين دراستي، أختار وين تكون حياتي، أبي أكون مؤثر في مجتمعي. سبحان الله، الأمر الوحيد اللي خلاني سعيد في كل حياتي، أجد البركة في كل حياتي، أجد تقدير الناس، توقير الناس لي، احترام الناس لي، هو أمر واحد من هذه التجارب، هو حفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى. والدي رحمه الله يقول لي: يا فهد، بعد ما اخترت انك تحفظ القرآن مو بس حياتك اللي تغيرت، تغيرت حياتك، تغيرت حياتنا، بيتنا، أسرتنا، مجتمعنا، فقط لأن الله سبحانه وتعالى وفقك انك تحفظ القرآن الكريم كاملا. والحمد لله رب العالمين، رب العالمين يسر لي أنه راح يكون عندي برنامج 30 حلقة. أنا كنت سعيد مع القرآن، ولأني والله أحبكم في الله سبحانه وتعالى، اخترت أن 30 حلقة هذه كلها تكون مع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نبي نتعلم مع بعض شلون نحفظ. وإذا حفظت القرآن بعد ما تتأثر بهذه 30 حلقة اللي كلها كتاب الله سبحانه وتعالى، بإذن الله أنا أوعدك أنك راح تشوف السعادة في حياتك وفي بيتك وفي أسرتك وفي كل مكان. ولكن الوعد ليس مني، هو الوعد من الله سبحانه وتعالى. فضائل القرآن كثيرة راح نتكلم عنها بهذا البرنامج. السعادة كبيرة لنا بحفظنا للقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. عمل صالح، فما بالك إذا كان هذا العمل الصالح هو حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. في برنامجنا مسافر مع القرآن راح نذكر لكم الخطوات العملية اللي راح تعينك على حفظ القرآن، والقواعد الأساسية والأسرار المهمة اللي راح تسهل لك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
واحنا معاكم باذن الله راح نسافر الى عده دول نسلط فيها الضوء على الحلقات القرانيه والنماذج القرانيه الرائعه اللي راح يكونون باذن الله لنا قدوات حتى نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن قبل هذا والسؤال المهم، هل انت تتمنى انك تحفظ القران الكريم؟ من فينا ما يتمنى انه يكون حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ من فينا ما يتمنى ان القران هذا يكون رفيقه في الدنيا؟ من فينا ما يتمنى ان القران هذا يكون له نور في قبره؟ من فينا ما يتمنى انه يرتقي الى اعلى درجات الجنه بهذا القران؟ كثير منكم يقول يا شيخ فهد الامنيات كثيره وصعبه، وحفظ القران من الامنيات الصعبه. انا اقول لك يا اخي اللي قال لك هذا الكلام والله غلطان غلطان. حفظ القرآن سهل. أنا أخوك فهد حافظ القرآن ووجدت أن القرآن حفظه سهل ونماذج كثيرة. أنت شوف أي حافظ قرآن تسأله يقول لك القرآن حفظه سهل جدا. وقبل هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحقيقة الإلهية والتجربة الواقعية تبين لنا أن القرآن هذا سهل جدا. أرجوك من الآن اعزم واتخذ قرار أنك تحفظ القرآن الكريم كاملا. مالك شغل بأي شخص سلبي يقول لك أن القرآن صعب. بإذن الله احنا راح نكون معاكم في هذا البرنامج، برنامج مسافر مع القرآن، وأنتم معنا مسافرون مع القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. طلاب التركية لا يعرفون اللغة العربية، يجب عليه أن تتعارف حروف القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تسألني تقول لي يا فهد متى البداية؟ أقول لك البداية الآن. اعزم انك انت تحفظ القرآن الكريم. عائلتي ما كان يعرف يعني ولو شيء من الإسلام. بفضل من الله سبحانه وتعالى انتهت رحلتنا القرآنية في تركيا. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. كيف كنت تحفظ القرآن؟ ما هي الطريقة في حفظ القرآن؟ الطريقة المغربية. الطريقة المغربية على الألواح. ما شاء الله. كان الشيخ هو يكتب لك؟ بعد ما حفظ القرآن كيف كان أثر القرآن على بيتكم، على منزلكم، على حياتكم؟ تخلينا واحدة النور، تخلينا البيت بحمد الله النور. ممنوع المصاحف في هذا المكان. ممنوع تماما. إذا أخطأ يسأل صديقه، إذا صديقه لم يعرف يسأل صديقه الآخر. لا يرجع إلى المصحف إلا بحاجة قصوى. تطوي الدروب بين
المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. كيف كانت حياة طه مع القرآن؟ الحمد لله بفضل الله يعني وجدت نفسي يعني في عائلة محبة للقرآن، يعني الوالد والدة كان دائما عندنا جو قرآني في المنزل. طه يعني جاء بعد سلسلة من ابتلاءات واختبارات لصدقنا لحب القرآن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جميل وأنت تحفظ القرآن وأنت قريب من كتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى عهد. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. نحن الآن في موريتانيا التي كانت تسمى في السابق بلاد شنقيط. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يجب عليك أن تستشعر يا من يحفظ القرآن الآن مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. مصر الذي قيل عنها قرئ القرآن في مصر، لذلك أتينا إلى مصر كي نقابل النماذج الرائعة من حفظة القرآن. شيخ ضياء، أريد الآية 92 في سورة يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إني أرى في منامي أني أحارب جيش العدو وهو إسرائيل سأقتلهم ولكني لا أرى السلاح في يدي. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعض من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ الشيخ أحمد مسلم حفظ القرآن كاملاً بشكل رائع وهو مصاب منذ الولادة بمرض التوحد. اقرأ آخر وجه من سورة الحج. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. الشيخ محمد مصاب بإعاقتين وليست إعاقة واحدة، هو مصاب بإعاقة ذهنية وإعاقة سمعية، ولكنه يحب القرآن حبا كثيرا. تحب القرآن ولا لا؟ ليه عايز تحفظ القرآن كله؟ والله قراءة القرآن أحسن حاجة. من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السيء، وأيضا من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السلبي. يما كم كنت تحفظي يعني؟ كم كنت تحفظي في اليوم؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات فقط؟ أربع آيات. ما بس قليل دائم. خير من كثير. نعم، خير من كثير منقطع.
أنا الآن في مركز قرآني فيه من الأمور الكثيرة التي أتمنى كلكم أن ترونها معي. نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. وأنا أتجول في هذا المركز الجميل والرائع في الشيشان، مركز الشيخ زايد رحمه الله لحفظ القرآن الكريم، وأجلس مع النماذج وأسمع الأصوات الجميلة، من بينهم شخص اسمه إخوان. قيل لي أن هذا الشخص ما شاء الله عمره 12 سنة حفظ القرآن الكريم كاملا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. جميل جدا وأنت تحفظ القرآن حتى لو كنت حفظت جزء أو جزئين في بداية رحلتك، تخيل أنك حققت هذا الهدف وحفظت القرآن الكريم كامل. أنت تريد أن تحفظ القرآن؟ أمنيتك أن تحفظ القرآن؟ أنا أعتقد أي إنسان يسأل هذا السؤال، هل تريد أن تحفظ القرآن؟ راح يقول لك إي والله ودي أحفظ القرآن وأمنيتي، لكن شلون؟ ما أقدر، صعب، شنو الطريقة؟ أنا أقول لك إذا تبي الطريقة تابعني 30 حلقة فقط في هذا البرنامج ولا تفوت أي حلقة بإذن الله. أنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى راح أعينك على حفظ القرآن وراح تشوف نماذج تأثر عليك وتحفظ القرآن. فاتتك حلقة تابعها على النت بنفس الوقت بإذن الله وما راح تفوتك. وأنا وعدك إذا تابعت معنا الحلقة وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى سوف تحفظ القرآن الكريم.